شوفي اسماء بقى، نروح الحاله المروريه. حالة مرعبة. زي ما عارفين حضراتكم دايما في الصباح قلنا بنقدم خدمات كده لحضراتكم، الحاله المروريه وحاله الطقس. نبدا بالمرور وهنبتدي كده من مدينه العبور، المدينه الهادئه الجديده في العبور. نشوف دلوقتي بالدرون كاميرا، بتقنيه الدرون كاميرا، مدينه العبور. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي مدينه العبور، او ده المحور الرئيسي هناك، الدنيا هاديه و مفيش كثافات مرورية. مدينة العبور طبعا من التجمعات العمرانية الجديدة اللي فيها عدد لا بأس به من المصانع أسماء، يعني في مصانع شغالة في العبور بشكل كبير وموجودة. فزي ما احنا شايفين مع حضراتكم، احنا بنتكلم دلوقتي الساعة 8 وربع، الدنيا هادية مفيش أي زحام. وأعتقد إن العبور من المدن، يعني عموما المدن الجديده نوعا ما ما فيهاش كثافات مروريه، لكن العبور كمان من المدن الهاديه اللي ما فيهاش حتى يعني كثافات مروريه كبيره او تكدسات كبيره في العبور. زي ما حضراتكم شايفين ده مشهد من محلق كده من فوق بالدرون كاميرا، الكاميرا الطائره الخاصه بصباح اون. وزي ما احنا شايفين مدينه العبور الان على الهواء مباشره. حلو، الدنيا فاضيه، اللي نازل دلوقتي يلحق يروح شغل ويجي. لسه 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 احنا اعتقد برضو زي ما بنقول دايما لحضراتكم دلوقتي بيبقى بدري قوي، يعني هنتكلم الساعه دلوقتي 8 وثلث تقريبا، لسه الى حد ما في سيوله مروريه، لكن يمكن بعد نص ساعه كده تبتدي المنطقه دي علشان بقى المصانع والحاجات دي. المخرج بيقول لنا معلومات الحقيقه. انت ساكن هناك؟ في محور جديد اتعمل، بس انا طلعته مره فعلا في محور هناك اتعمل، اسمه محور احمد عرابي، وده بينزل مباشره هناك. جميل، يعني مدينه العبور هو في اختلاف على الاسم، هو في محور شاذلي ولا في خلاف؟ محور سعد الدين الشاذلي، نتاكد من معلومه، لكن من الدائري، من الطريق الدائري لمدينة العبور. أعتقد محور سعد الدين الشاذلي ده لا ما بينزلش عند العبور. طيب يعني خلاص احنا ممكن نتأكد بقى، احنا نرجع نرجع للخريطة ونشوف الموضوع ده. تمام. لكن بس الصورة زي ما هي باينة، يعني واضحة دلوقتي زي قدام حضراتكم، الدنيا هادية والعبور. احنا كنا زمان بنقول دايما المدن الجديدة دي لا بعيد وهنروح نسكن في حته بعيده، وخلاص خلاص بقت اكتوبر كانها خلاص امتداد طبيعي للقاهره والجيزه والعبور كمان. فمن وقت للتاني خلاص المدن الجديده بدات كمان شبكه المواصلات هنا مهمه جدا، فكره ان يبقى في فعلا مجتمع عمراني جديد، بس لازم في نفس الوقت اوفر خطوط نقل وخطوط مواصلات عشان الناس تعرف ترتبط بالعاصمه بشكل كبير. فدي مشكله كبيره دايما في المدن الجديده زمان، لكن دلوقتي خلاص دلوقتي طبعا دلوقتي بالعكس الناس بدات تهرب من الزحمه، من العاصمه ومن الزحمه ومن المناطق، مهما كانت مناطق يعني نقدر نقول انها متميزه، لكن في نفس الوقت الزحمه خلت الناس خلاص عايزه تخرج يعني انا عن نفسي لا عايز اهرب. امبارح كان معانا رئيس جهاز مدينه اكتوبر، فبتكلم ان احنا خلاص يعني دلوقتي بنتكلم على قطار معلق يوصل اكتوبر، على محطه مترو جديده كمان في اكتوبر. ففكره خلاص المواصلات بقت سريعه وسهله جدا ما بين اكتوبر او اي مدينه جديده والعاصمه. واحنا كمان خلاص الثقافه القديمه دي، فكره ان لازم الواحد يشتغل في مكان، يتجوز في نفس المكان اللي هو كان عايش فيه، المفروض نطلع بقى، يعني يبقى فيه كده متنفس لينا جميعا. وفكرة الارتباط بنفس المكان الشغل، بنفس المكان اللي أنا عشت فيه، لازم نتخلص من الأفكار دي ونبتدي بقى نشوف الأماكن والمدن الجديدة. والثقافة دي بدأت وقت للتاني تنتشر انتشرت في الشارع بشكل كبير خلص. طبعا بالتأكيد. صحيح.